انت بتضلك مستعجل. يلا 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 توصلنا قبل موعدنا. انت كنت بتفضلي تنطري بالبيت وتستضيفي صابر؟ انه فكرك هون احسن. تفضل شوف مين طال صوبنا. باجور ست جينا. باجور استاذ. اهلا تمام. اهلا مادموازيل تمام. مادموازيل تمام، لا ما تقولي لي، نحن عملنا جهدنا انه ما نروح على المستشفى. لا 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 ما ثاقبت، انا ما بشتغل هون. يا ريتك جيت لعنا، كنا على القليل عرفنا اهتمينا فيكي. قولي ايه، صابر خبرني كيف بتهتموا، شو عم تعملي هون؟ صابر. شو بيه صابر؟ صابر بيشتغل هون؟ لا، صابر اجى لعندي وخبرني انك جاي تعملي ايكو هون، قلت بطل بشوفك، بسألك إذا معلزي شي، ما أنا بعرفهم كلهم. كلهم؟ ايه كلهم، يا ما ترجوني اترك واجي اشتغل معهم، بس أنا ما رضيت. هلا بنعمل لك واسطة. لا دخيلك، ماشي الحال. ما تخافي ست جينا، بالايكو ما في شي بخوف، بترقدي أنت بدوروا هالمكنة وبتصير تصورك، وهن بيتفرجوا على التلفزيون. بحطوا صور متحركة؟ ما أهضمك مثل صابر. معلوم هلا البوبو بيتحرك. يلا اليوم بتعرف شو؟ إذا البوبو لولو يما طبوش. يعني إذا جاييكم صبي أو بنت. لا. كيف لا؟ ما بدها تعمل إيكو؟ بلا، بس نحنا ما بدنا نعرف. عافاكن. تعرف استاذ من وقت اللي اخترعوا لنا هالايكو وصارت الست تفوت تولد والاهل يكونوا عارفين قبل بوقت، ما عاد في لذة بالشغل بالتوليد. ليه بقى؟ قبل كنا نطلع من قط الولادة يتحوكموا علينا، عينين رح يطلعوا من وجهن، ونحنا نصير نفتل بهالكوريدور وهن لاحقيننا، ناخد غرض نفوت على الأوضة، نرجع نطلع، يرجعوا يتجمعوا، بس ما حدا يسترجي يسأل شو. الوحدة منا تحس حالها نص الدنيا، ولما يطلع عبالنا نقلن صابي وهونيك العرس. والبنت؟ ما نقول بنت، يا نقول الحمد لله عسلامتها، يا خلقة كاملة نعمة زايدة. وانتو زعلانين من الايكو كرمال الحلوينك؟ اعوذ بالله يا استاذ، كرمال السويسبانس على قولة صابر، الشغلة فيها سعادة معنوية ما بتتمن. كيف نجوم الهليود لما يتمشكحوا قدام الناس؟ هيك نحنا. وقليلي شو بتشوفوا اشكال؟ شو بدي خبرك؟ يلي عندها سبع بنات يا حرام وفايتة متربعة، عارفة انه مرت عمها ناطرتها عالكوة تتعلقها مع جوزها اذا جابت التامنة، ولما تيجي التامنة اظهر انا من الاوضة اصلع مرت عمها واقطع رقبتي، تركض صوبي وبوجهها طميني، الا الحمد لله عسلامتها تصفن، ولما الا تعيش وتهز لاخوتها توقف المي بزلعومة. كله هيدا مال والشرط بمال. اي شرط؟ بيناتنا نحنا التمرجية والممرضات، كل واحد منا شايف حاله انه عنده طريقته تيعرف قبل بوقت شو بيكون مع الست. وعشو تتشارطوا؟ وشو منربح؟ ماشي، ما فينا نشارط بلا ما نربح؟ هاي عن تسلي. لا منشارط يعني في واحد بيربح وواحد بيخسر. ايه اصطفي، بتشارط انا ودارة. شو دارة؟ شو بتشارط؟ شو شارط؟ شارط انه الست جينا هي راحت تعمل ايكو، بقى متشارط انا وياك اذا معها صبي او بنت. انت شو بتقول معها؟ صبي آه. اور بنت؟ ما فهمنا، انت شو بتقول؟ نو اعرف. قول حيلا، هيك تسلية لعبة. شو بدك في دارة؟ هيك ما بتربح شي. شو؟ سو اذا في شرط في ربح، يا مصاري يا غدا يا جاتو. ايب ايب برمي مدام عزب اهمو البيبي روح تاجبا. And you only pick money and equal.
خجل فرما. يلا نخجل دمع. لا انا ما بدي، انا اذا بدي العب بدي اربح. بون طلفن على وقول لهم اذا صبي او بنت هيك بتربح مصاري وبيخلوك تحمل البيبي. عن جد؟ ايه بنصير عاملين مسابقة عن الست جينا نسليك، طلع ما بيهمك الا الربح، بقى تلفن تربح مصاري وانا ودارة بنتسلى. بوسا بوسا ريلي في تليفون بالنسبة لمسابقة صبي او بنت؟ لا بس طالما ما بيهمه الا الربح والمصاري خليه يصرف مصاري، واوعى تقول لي حرام. اهلا بكم في مصر. ردوا ردوا ردوا. الاشاره الصوتيه اضغطوا على رقم 1 اذا كان جوابكم صبي، على رقم 2 اذا كان جوابكم بنت، على رقم 3 لاي جواب اخر. نرجو ان تسجلوا الاسم والعنوان. اسمي فرمه، العنوان ملحمه المعلم عباس وولده. شكرا لاشتراككم في مسابقه صبي او بنت. ريلي ريلي فرمي بالنسبة لمسابقة مدام شو ولد؟ اسمع ستظهر نتائج المسابقة عند انتهاء الحلقة 94 بعد 200 من المسلسل الجواتيمالي إن في حي الورود لأشواكا كثيرة، وسنعرف ماذا سيكون المولود الذي ستضعه ماريا ميراكولازا. ألو بونجور تامي. بونجور، منين عم تحكي؟ من عند فارمي. من البيت؟ لا من الجوردان طازة البلدية، فهمت النكتة؟ قول هيدا يا ستنا الكرام. صابر شو بك صوتك عم بقطش، اهديلك شي مطرح. لا ما بقدر، عم بحكيكي وانا وقلقان لازم امشي. طيب عجل، اذا حكيت كتير بعيط علي بي، عجل صابر. دكو بقى ما حكينا شي، قلنا هيدا يا ستنا الكرام، بعدنا باول اني تام. باول اني تمام. ايه تمام. ايه صابر. وي وين كنا صرنا؟ ايه بين شي عندك؟ لا فاتوا على الايكو بعد ما طلعوا. اف طول بدي يكون مع تاون. مع تاون هلا بس يطلعوا دغري بدق لك. لا انت دقيلي وسكر، بتعلم نمرتك بعدين انا بحكيكي. طيب حرام تصرف اني تمامات. فهمت النكتين؟ ما هي اسمها سكر بعدين اشرح لي. لا عيب بعد ما قلنا لأوفاه أطان. ايه بدك شي تمام؟ داكو داكو ايه وي شو بدها؟ ريان عم تبعت لكم سلامات. اف انت ما معقول شو عينك ضايقة، زعجت من كم دقيقة زيادة يعني وانت بدك تربح مسابقة طويلة عريضة؟ أطان وي تمام ايه وي داكو وي